سألوا عن الحماميات هذه الفلاق اللي هي الحماميات، نحن نسميها حماميات، الحمام الجانب الغربي والحمام الجانب الشرقي. الحماميات هذه اللي بصفتهن مستمرات طول العام، متدفقات 24 ساعة، مثل ما تنظر هكذا ها 24 ساعة هنا، هذه الفلاق لا تنقطع أبدا ولا دقيقة منها، من طلعنا على الدنيا ونحن وجدناهن هكذا. هذه الفلاق أو هذه الحماميات نحن نستخدمين للشرب، نستخدمين للزراعة، لري الحيوانات وري الزراعة كله تكاملة ما بدينها. هذا الفلاق أيضا يستخدموهن كعلاج، لأن الفلاق سخنة ما يتغيرن طول الوقت، حرارتهن ما تتغير، وناس تأخذهن كعلاج فين عن ظهره أو أعصاب أو ما أشبه ذلك، يجي الإنسان ويقيد فيهن مكانهن.